بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني طلبة الفرقة الثانية كلية الطب جامعة الفيوم، بنكمل مع بعض سلسلة المحاضرات الخاصة بعمل الفسيولوجي للمديول نيوروساينس 2، ودي المحاضرة الأخيرة والجزء الأخير من العمل. وهنتناول في هذه المحاضرة الموضوعات الآتية: أول حاجة هناخد السوبرفيشيال ريفلكسس، وإحنا تخفيفا عليكم هيكون عليكم فقط تو سوبرفيشال ريفلكسز، وباقي الريفلكسز هتكون مش عليكم في هذه السنة. تاني حاجة هناخدها هنتكلم عن السيريبيلم بوجه عام، وهنقول نبذة عن الوظائف المختلفة للسيريبيلم، وهنتكلم عن المرض الذي ينتج عن أي المشكلة في السيريبيلم اللي هو الأتاكسيا وأنواعها وأسباب الأتاكسيا والمانيفستيشن، وإزاي بعمل تيستينج للموتور كوردينيشن اللي هي الوظيفة الأساسية للسيريبيلم. بعد كده في آخر المحاضرة هنتكلم عن أنواع الجيتس المختلفة والأبنورماليتيز الخاصة بالجيت، وإزاي أقدر أشخص الأبنورماليتيز الخاصة بالجيت، وإزاي أعرف من مشية العيان أشخص المرض معين. وهنركز على الجيتس المشهورة في الديفكتز المشهورة في الجيتس. في نهاية المحاضرة هنستعرض بعض الأسئلة زي ما عودناكم خاصة بهذا الجزء. بنبدأ يا شباب في الحديث عن السوبرفيشيال ريفلكسز. كنا أخذنا في المحاضرة السابقة الديب ريفلكسز، وأيضا خدنا المسل تون، ودي كان إكزامبل للستريتش ريفلكس اللي هو مونوساينابتك ريفلكس. دلوقتي هناخد السوبرفيشيال ريفلكسز، وهناخد تو إكزامبلز خاصة بالسوبرفيشيال ريفلكسز. أول حاجة ريفلكس مهم جدا اسمه فليكسور وذرول ريفلكس. لما أي واحد فينا بيتعرض لخطر أو يلمس حاجة مثلا سخنة أو يتلسع بالنار، أو حد يتلمس بحاجة بينفل، بيسحب إيده على طول، ده اسمه فليكسور وذرول ريفلكس. هذا الريفلكس هو بولي سينابتك ريفلكس. الستيمولس فيه بيكون بينفل ستيمولاي، والريسبتورز بتكون موجودة في السكن، عشان كده بنسميها سوبرفيشيال، دي واحد من أنواع السوبرفيشيال ريفلكسز. الافرنت بيكون الكيوتينيوس نيرف، وبيروح للسباينال كورد عشان يكون السنتر موجود في السباينال كورد اللي هو الانتيريور هورن سيلز. بعد كده يرجع بإفرنت من الانتيريور هورن سيلز عشان يروح للإفكتور أورجان للمصل عشان يعمل كونتراكشن. لو كان هيعمل فليكشن فهيروح للمصل الخاصة بالفليكشن ويعمل الأكشن اللي هو الفليكشن. الريسبونس الإفكتور أورجان هو السكيليتال مصل، والريسبونس هيكون كونتراكشن أوف سكيليتال مصل. ده واحد من البروتكتيف ريفلكس، أي بينفول ستيمولاي بتتعرض له بتسحب إيدك على طول، ده اسمه فليكسور وذرول ريفلكس، وده واحد من السوبرفيشيال ريفلكسز. من خصائص هذا الريفلكس إن ليه ريسيبروكال إنرفيشن، يعني مثلا لو هذا الريفلكس بيعمل فليكشن، يعني بيدي سبلاي للمصل اللي بتعمل فليكشن، بيعمل انهيبيشن للمصل اللي بتعمل اكستنشن، عشان كده بنسميها ريسيبروكال انرفيشن، يعني يعمل اكسايتيشن للعضله اللي بتعمل اكشن معين زي فليكشن، ويعمل انهيبيشن للعضله اللي بتعمل اكشن معاكس. تاني حاجه من ضمن خصائص الفليكسور وذرول ريفلكس انه بيعمل كروس اكستنسور ريفلكس، يعني انا لو عملت فليكشن في الناحيه الشمال بيعمل كروز اكستنشن في الناحية اليمين عشان تقدر تسند عليها عشان ما تقعش، وده نوع من انواع مهم جدا عشان تو سبورت بادي ويت، عشان يقدر يسبورت البادي بتاعك، وعشان يحدث عملية الكروز اكستنسور ريفلكس لازم يكون في حاجة اسمها ريسيبروكال انهيبيشن، بانه لو عملت فليكشن في ناحية اعمل عكس الاكشن في الناحية الاخرى. طبعا تفاصيل الكلام ده خدتوها في النظري. الريفلكس المهم بقى طبعا ده اكزامبل للفليكسور وذرول ريفلكس. الريسبتورز بتكون موجوده في السكن، بعد كده بيطلع الكوتينيوس نيرف ده السنسوري نيرف بي افرنت عشان يصل للسباينال كورد، وبعد كده في انتر نيورون لان قلنا ده بولي سينابتك ريفلكس. بعد كده بيطلع من الانتيريور هورن سيلز الايفرنت عشان يدي سبلاي للعضله عشان تعمل الاكشن او الكونتراكشن.
اكزامبل اخر سنسوري نيرف بيطلع من الكيوتينيوس نيرف يدخل في السباينال كورد وبعد كده بيطلع من السنترال انتيريور هورن سيلز الايفرنت عشان يدي سبلاي للمسل عشان يعمل كونتراكشن للعضله. الريفلكس بقى المهم في السوبرفيشال ريفلكسز اللي ممكن اسالكم فيه كتير في العملي هو البلانتر ريفلكس. يعني لو قلنا ان انا قررت عليكم تو ريفلكسز فان الريفلكس المهم هو البلانتر ريفلكس وده اللي هيجي عليه اسئله في العملي ان شاء الله. مهم جدا نكون عارفينه لانه ليه تطبيقات عمليه كتيره جدا البلانتر ريفلكس. طيب البلانتر ريفلكس ده بيحدث ازاي وايه الخطوات اللي هنعمل بيها الريفلكس وبتست انهي اعصاب؟ اول حاجه ان انا بعمل سكراتشنج للاوتر ايدج اوف سول، بعمل سكراتشنج للسول في الاوتر ايدج from foot to للاوتر ايدج اوف ذا سول اللي هوريكم رسمه بعد شويه باستخدام مهم جدا باستخدام الكي او بلانت اوبجكت، بستخدم كي مفتاح او بلانت اوبجكت واعمل سكراتشنج للاوتر ايدج اوف سول تمام اوف ذا فوت. طيب بستخدم ايه بقى؟ بستخدم في هذا الريفلكس البلانت اوبجكت، لازم الاوبجكت اللي بستخدمه يكون بلانت اوبجكت، والاكزامبل عندنا اللي الاوبجكت اللي بستخدمه الكي، والكي كنا استخدمناه في نيوروساينس 1 في حاجه اسمها ايه سامعكم بتقولوا استخدمناه في الاستيريوجنوزيس، يعني كنا في العمل دايما نديك المفتاح كده ونقول لك هتستخدمه في تجارب ايه. هنقول ان احنا بنستخدمه في السنسوري في النيوروساينس 1 كنا بنستخدمه في تجربه الاستيريوجنوزيس ان الشخص يمسك المفتاح يقدر يتعرف عليه من خلال ملمسه ودرجه حرارته وغيرها من الحاجات وانه قبل كده عارف ان دي المواصفات الخاصه بالمفتاح فيقدر يقول لك ده المفتاح دي عمليه الاستيريوجنوزيس تمام. طيب استخدام اخر للمفتاح في تجارب العملي استخدمناه في البلانتر ريفلكس من خلال انه ده الكي يتمتع بانه بلانت اوبجكت بستخدمه بان انا بعمل سكراتشنج للاوتر ايدج اوف سول. طب بنبدا السكراتشنج منين؟ من الهيل من كعب القدم توردز تو ذا ليتل تو لحد الصابع الصغير وبعد كده ببدا اعمل سكراتشنج للبيزس اوف توز ميديالي وده بيتست الاعصاب ارقام اس 1 و2 السنتر بتاعه بيكون سيكرال 1 اند 2. هنوريكم رسم عشان تبقى متخيلين ده شكل السول. تجربه بعملها بان انا بعمل سكراتشنج ببدا من الهيل لحد الليتل 2 بعد كده اعمل سكراتشنج للجزء السفلي للتوز تمام. ده اسمه بلانتر ريفلكس. تتوقعوا ماذا يحدث في هذا الريفلكس؟ للشخص الطبيعي لو عملت سكراتشنج لل ايدج اوف سول من الفوت بالكي ببدا من الهيل وبمشي لحد ليتل 2 بعد كده اعمل سكراتشنج للتوز ميديالي بيحصل ايه؟ ماذا يحدث؟ النتيجه بتاعتنا الريسبونس بيكون فليكسور بلانتر ريسبونس بمعنى ان هيحصل بلانتر فليكشن بلانتر فليكشن تمام؟ ويحدث ادكشن اوف اول توز يعني الناتج الطبيعي هيحصل بلانتر فليكشن زي ما انتم شايفين كده بلانتر فليكشن يحصل فليكشن للتوز كلها وبيحصل ادكشن للتوز تمام. يبقى بيحصل حاجتين بلانتر فليكشن وادكشن اوف اول توز ده الريسبونس الطبيعي ولكن في بعض الاحوال لا يحدث هذا الريسبونس وبيحدث ريسبونس مختلف ما بيحصلش فليكسور بلانتر ريسبونس بيحصل اكستنشن بلانتر ريسبونس يعني بدل ما يحدث فليكشن للتوز بيحصل اكستنشن للتوز تمام. لو عملت سكراتشنج اوف ذا لاترال اسبيكت اوف سول باي كي يؤدي الى دورسي فليكشن اوف بيك تو وفانينج اوف ذا اذر توز اوف اذر فور توز. فانينج يعني تعمل زي المروحه يعني بيحصل دورسي فليكشن للبيك تو دورسي فليكشن يبدا البيك تو يطلع لبره تمام ويحصل فانينج برضو يطلعوا لفوق بدل ما يحصل لهم فليكشن بيحصل ايضا دورسي فليكشن للاذر توز ولكن بياخدوا شكل مروحه لانهم اربعه مع بعض نسميها فانينج اوف ذا اذر توز. يبقى دورسي فليكشن اوف بيك تو وفانينج اوف اذر فور توز. الدورسي فليكشن الخاص بالبيك تو دي مساله البيراميدال، البيراميدال هو اللي كان يعمل بلانتر فليكشن للبيك تو. فلما لو في ليجن في البيراميدال تراكت ليجن يعني اصابه في البيراميدال تراكت هيكون الشخص ده بدل ما يحصل بلانتر فليكشن للبيك تو هيحصل دورسي فليكشن اوف بيك تو. اما البلانتر فليكشن الخاص بالفورتوز التانيين بيكون وظيفه الاكسترا بيراميدال
تراكت. فلو في ليجن في الاكسترا بيراميدال تراكت مش هيحصل بلانتر فليكشن للاذر توز، بيحصل دورسي فليكشن اوف ذا اذر توز، ويبقى بشكل المروحه اللي هي فانينج اوف ذا اذر توز، يبقى اكسترا بيراميدال ليجن. يبقى لو حد لو ما حصلش هذا الريفلكس اللي انا متوقع ان الطبيعي يحصل فليكسور بلانتر ريسبونس، يعني بيحصل بلانتر فليكشن وادكشن للاول توز، ده الريسبونس الطبيعي. طب لو الريسبونس ده ما حصلش، ده معناه ايه؟ ده معناه ان عندي ليجن، ممكن يكون في البيراميدال تراكت، ممكن يكون في الاكسترا بيراميدال تراكت. الناس اللي عندهم بيراميدال تراكت ليجن، يعني اصابه في البيراميدال تراكت، هيكون عندهم دورسي فليكشن اوف بيك 2. والناس اللي عندهم اكسترا بيراميدال تراكت ليجن بيكون عندهم فانينج اوف ذا اذر فور توز. طب الناس اللي عندهم الاثنين بيراميدال اند اكسترا بيراميدال تراكت ليجن، بيكون الريسبونس عندهم دورسيفليكشن اوف بيك 2 اند فانينج اوف اذر فور توز. مين اللي وصف هذا التوصيف؟ عالم اسمه بابينسكي، سمى هذه الساينز ببابينسكي ساين. يبقى لما اقول لك البابينسكي ساين ده معناها ايه؟ معناها ان الشخص الريفلكس بتاعه مش طبيعي، ان الشخص ده بدل ما يحصل بعد ما اعمل سكراتشنج للفوت، بدل ما يحصل فليكسور بلانتر ريسبونس، حصل اكستنشن بلانتر ريسبونس. بدل ما يحصل بلانتر فليكشن وادكشن للاول توز، حصل دورسي فليكشن للبيك 2 وفانينج اوف اذر فور توز. دورسي فليكشن تدي اشاره ان في بيراميدال ليجن، وفانينج اوف اذر توز تدي اشاره ان في اكسترا بيراميدال ليجن. طيب ده شكل الريسبونس الطبيعي، بعمل سكراتشنج بدايه من الهيل للليتل توب، سكراتشنج اندر ذا فور توز، الريسبونس بتاعي هيكون بلانتر فليكشن، ده الطبيعي. طب واحد عنده بيراميدال اند اكسترا بيراميدال ليجن، لو عملت سكراتشنج هيحصل دورسي فليكشن اوف ذا بيك 2 وهيحصل فانينج اوف ذا اذر توز. هذا الريسبونس بنسميه بابينسكي ساين. يعني اللي عنده بوزيتيف بابينسكي ساين عنده مشكله في البيراميدال تراكت او في الاكسترا بيراميدال تراكت او في كليهما البيراميدال والاكسترا بيراميدال تراكت. ايه اسباب البوزيتيف بابينسكي ساين؟ الاسباب ممكن تكون حاجات فيسيولوجيكال، يعني ممكن يكون واحد طبيعي وعنده بوزيتيف بابينسكي ساين، ممكن يكون شخص طبيعي وعنده بوزيتيف بابينسكي ساين. لو كان الشخص ده عنده البيراميدال مش شغال، او البيراميدال اماتيور ما اشتغلش، مش شغال زي ديورينج سليب. لو واحد نايم البيراميدال تراكت بتاعته مش شغاله، هيكون عنده بوزيتيف بابينسكي ساين، وده شخص طبيعي، يبقى البيراميدال مش شغاله. او واحد تحت التخدير، الانستيزيا بتخلي البيراميدال مش شغال، فيحصل بوزيتيف بابينسكي ساين. او الطفل الصغير الانفنت في اول سنه من العمر بيكون البيراميدال اماتيور غير ناضج، فبيكونش شغال، فيكون عنده بوزيتيف بابينسكي ساين. ولكن البوزيتيف بابينسكي ساين لو استثنينا الثلاث حاجات دول اللي هم ممكن يكون فيسيولوجيكالي، الناس اللي عندهم ابر موتور نيورون ليجن بيكون عندهم بوزيتيف بابينسكي ساين، وديورينج كوما بيكون عندك بوزيتيف بابينسكي ساين. بالاضافه الى الناس اللي عندهم نوبات من الصرع، ايبيليبسي صرع بعد السيجورز، بعد ما يحصل لهم تشنجات، البيراميدال بيتوقف عن العمل والاكسترا بيراميدال ايضا، فيبقى يكون عندهم بوزيتيف بابينسكي ساين. يبقى البوزيتيف بابينسكي ساين بتكون في حاجات فيسيولوجيكالي زي الديب سليب والانستيزيا وفي الانفنت، وحاجات باثولوجيكالي زي في الابر موتور نيورون ليجن والكوما وفي الابيليبسي، الناس اللي عندهم صرع افتر سيجورز بعد التشنجات. وده يخلينا في الشفوي دايما، وممكن في العمل وفي الشيت نسالك ونقول لك في فيسيولوجيكال كونديشن بيكون البابينسكي ساين بوزيتيف. بابينسكي ساين بوزيتيف يعني يحصل دورسي فليكشن اوف بيك 2 ديو تو بيراميدال ليجن، وفانينج اوف اذر توز ديو تو اكسترا بيراميدال ليجن، وده بيحدث فيسيولوجيكالي في الديب سليب والانفنت، ده فيسيولوجيكالي. ولو واحد داخل يعمل طبعا عمليه وحطيناه تحت الانستيزيا بيحصل بوزيتيف بابينسكي ساين. يعني مثلا لو واحد يعني بيمثل ان هو نايم وعايز اعرف هو نايم ولا لا، اعمل له البلانتر ريفلكس واشوف هيحصل له ايه. لو حصل له بوزيتيف بابينسكي ساين يبقى هو بيمثلش علينا وفعلا نايم وعنده ديب سليب، فعشان كده البيراميدال مش شغال، وعشان كده يحصل له دورسي فليكشن اوف بيك 2 اند فانينج اوف اذر توز. ده كان عن الجزء الخاص بالسوبرفيشال ريفلكسز، واختصرنا ان احنا هنعرف معلومات عن الفليكسور دروال ريفلكس والبلانتر ريفلكس.
الموضوع بقى المهم في الجزء ده هو الاسسمنت اوف كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت. هنشوف الكوردينيشن التوافق الحركات بيحدث نتيجه ايه. عشان تقوم بحركه يحدث فيها توافق لابد من الاعتماد على السيربيلم بشيء اساسي. السيربيلم مهم جدا لتوافق الحركات. ايضا السنسوري سنسيشن البروجريسيف سنسيشن لو كان فيها مشكله, لو عندك ليجن في الدورس الكولم مش هيحدث لك توافق للحركات. ايضا الفيجن لو واحد غمض عينيه ومشي هتكون حركاته غير متوافقه بشكل كبير. يبقى ثلاث حاجات بعتمد فيهم على عمليه الكوردينيشن اوف فولنتري موفمنت. الفيجن تمام, والفيجن ده عامل مساعد ممكن ما يكونش اساسي تمام, ولكن في عاملين اساسيين لتوافق الحركات. السنسيشن ان يكون عندك البروجريسيف سنسيشن سليمه تمام, ما يكونش عندك مشكله في الدورسال كولم تمام كسنسوري. وايضا الموتور افكتس اللي هي الخاصه بالسيريبيلم, يكون السيريبيلم سليم, السيريبيلم في حد ذاته يكون سليم. وايضا الفيستيبيول الجزء الخاص بالاكيوليبريم يكون سليم. كل الحاجات دي بتشارك في الحركه عشان الحركه تطلع في الاخر كووردينيتد او متوافقه بشكل طبيعي. هناخد بقى بعض المعلومات خاصة بالسيربيلم, ومش هناخد طبعا مش هندخل في التفاصيل. خدتوا السيربيلم محاضرة طويلة والفانكشن المختلفة والاناتومي الخاص بالسيربيلم والهيستولوجي والفانكشن لكل جزء من السيربيلم والفانكشنز المختلفة للسيربيلم. هنركز طبعا في حديثنا عن المرض الناتج عن المشكلة في السيربيلم او بنسميه الاتاكسيا, وانواع الاتاكسيا ايه, هل هي موتور ولا سنسوري ولا الاثنين مع بعض. هنشوف انواع الاتاكسيا ايه. بعد كده هناخد الاختبارات الخاصة بالكوردينيشن, ازاي اختبر ان الشخص ده عنده كوردينيشن سليم او في مشكلة او كده. بعد كده بنستخدم هنشوف بقى الجيتس المختلفة والابنورماليتيز الخاصة بالجيت والاسئلة اللي هنتناولها في هذا الجزء. مهم جدا ان انا اعرف ان السيربيلم عبارة عن ثلاث اجزاء. حاجة اسمها فيستيبيولو سيربيلم, ودي السيربيلم القديم الاركي اللي هو موجود في الطيور وغيرها ومسؤول عن الإكيوليبريم, الجزء الخاص الفلوكيولو نوديولار لوب وده مسؤول عن الإكيوليبريم الاتزان. وعندنا حاجة اسمها سباينو سيربيلم أو باليو سيربيلم, وده موجود في الميد لاين ومسؤول عن عملية الكوردينيشن أوف موفمنت. والسيربيلم النوع الثالث اللي هو السيربرو أو نيو سيربيلم, وده موجود اللاترال زون أوف هيمي سفير ومسؤول عن البلانينج والبروجرامينج اوف ذا موفمنت, مسؤول عن وضع الخطه والبروجرام الخاص بالحركه, مسؤول عن الفاين موفمنت والكوردينيشن الخاصه بالفاين موفمنتس المختلفه. بالاضافه الى ان هذا الجزء فاسيليتاتري تو ماسل تون, يعني بيعمل فاسيليتيشن للماسل تون. عشان كده الناس اللي عندهم ليجن في النيو سيربيلم بيكون عندهم هايبوتونيا, عندهم نقص في التون, وايضا ممكن يكون عندهم هايبورفليكسيا لان النيو سيربيلم بيدي فاسيليتاتري امبلسز للماسل تون. يبقى دي تركيبه السيربيلم, وقلنا ان الجزء القديم فلوكيولو نوديولار بارت المسؤول عن الاكيوليبريم, والجزء الثاني من السيربيلم اللي هو السباينو سيربيلم الموجود في الميدل لاين مسؤول عن الكوردينيشن, والجزء الجديد اللي هو النيو سيربيلم الموجود ومور ديفلوبد في الانسان ده مسؤول عن البلانينج والبروجرامينج اوف ذا موفمنت. طيب ايه المرض اللي ينتج لو عندي بقى مشكله في السيربيلم؟ وطبعا الاتاكسيا ليها اسباب تانية, ينتج مرض اسمه اتاكسيا. يعني ايه اتاكسيا؟ اتاكسيا كديفينيشن عباره incoordination of voluntary movement, عدم توافق الحركات الإرادية in absence of motor lesion, في غياب motor lesion, في غياب upper motor neuron lesion أو lower motor neuron lesion. يعني شخص مش مشلول عنده الأبر motor neuron شغال واللور motor neuron شغال ولكن الحركة بتاعته غير متوافقة, فيه عدم توافق في الحركات تظهر بأنه ما يقدرش يشاور على حاجة بشكل سليم, كلامه يبقى فيه مشكلة, يبقى في تريمورز عنده, يبقى عنده مشكله في الحركه, يبقى عنده بيمشي بشكل مش طبيعي, ما عندوش توافق في الحركات. ان كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت, ممكن واحد يبقى ما عندوش توافق في الحركات نتيجه ان عنده موتور افكشن, يعني عنده ابر موتور نيورون ليجن او لور موتور نيورون ليجن, ده ما يبقاش اتاكسيا, ده يبقى عنده مشكله ثانيه سنترال موجوده في الابر موتور نيورون ليجن وفي اللور موتور نيورون ليجن, مش مسؤوله, مش مشكلته فقط هي الكوردينيشن اوف موفمنت. طب الاتاكسيا بتنتج عن ايه؟ بتنتج يا اما حاجه سنسوري يا اما حاجه موتور. هيبقى عندنا سنسوري اتاكسيا وموتور اتاكسيا.
السنسوري اتاكسيا دي خدناها في نيورو ساينس 1، واحد عنده الليجن في البروبريوسبتيف بروبريوسبتورز الفايبريشن سينز، فبيبقاش عنده البروبريو سنسيشن واضح، عنده مشكله في الدورسال كولم، الاحساسات عنده فيها مشكله، ولما يكون الاحساسات فيها مشكله يبقى ما يقدرش يعمل حركات متوافقه. اسباب بقى موتور دي الخاصه بالجزء اللي احنا بنشرحه في نيورو ساينس 2، موتور اتاكسيا يعني مشكله في السيريبيلم او مشكله في الفيستيبيول. سنسوري اتاكسيا دي اللي خدناها في نيورو ساينس 1 caused by lesion in the proprioceptive sensory pathway، في مشكله في الباثوي الخاص بالبروبريوسبتيف سنسيشن، اللي هو زي ما خدته في المره اللي فاتت اللي بتمشي عبر الدورسال كولم في السباينال كورد عبر تو تراكتس اسمه الجراسيل اند كونيي تراكتس. اسباب السنسوري اتاكسيا زي ما خدنا في السنه اللي فاتت هي التيبس دورسالس، مرض كده بيصيب الدورسال كولم اسمه تيبس دورسالس، بولي نيوروباثي يعني مشكله في الاعصاب، التهاب في عدد كبير من الاعصاب، الناس اللي بياخدوا الكحول بكميات كبيره كرونيك الكحوليزم لان بيأثر على النيرفز بشكل كبير، سب اكيوت كومباين ديجنريشن، وحاجه اسمها فريدريكس اتاكسيا، ودي اسباب مختلفه مش عليكم تفاصيل هذا الكلام، كان عليكم هذا الكلام في العام الماضي في نيورو ساينس 1. الموتور اتاكسيا هي دي اللي تعنينا في حديثنا عن السيريبيلم. موتور اتاكسيا caused by defect in coordination in coordinating system for voluntary movement، انا عشان اقوم ب voluntary movement بشكل واضح لابد من تكاتف حاجات كتيره عشان تقدر تعيني ان انا اقدر اعمل الحركه بشكل متوافق. اول حاجه الكورتيكال ريجون او البريموتور اريا الموجوده في الكورتكس لو فيها ليجن يبقى عندي مشكله في البرين من فوق، دي بنسميها كورتيكال اتاكسيا، تمام؟ يبقى الامر اساسا مش هيطلع من فوق. تاني حاجه السيريبيلم والسباينو سيريبيلر تراكس، لان السيريبيلم هو اللي بيظبط الحركات وبيعمل كوردينيشن ما بين الحركات زي ما خدته في النظري، ودي بنسميها سيريبيلر اتاكسيا. ثالث نوع من انواع الموتور اتاكسيا لابرينيث او فيستيبولار نيوكلياس اتاكسيا، يعني مشكله في الفيستيبيول، مشكله في الجزء الثاني الانر اير، احنا قلنا الانر اير عباره عن كوكليا وفيستيبيول، لو في مشكله في الفيستيبولار ريسبتورز او الفيستيبولار نيوكلياس او في الفيستيبيول او فيستيبولار نيرف بوجه عام ده بيكون عنده فيستيبولار اتاكسيا او لابرينيثين اتاكسيا، وده بيكون المشكله عندنا مش بتكون حاجه خاصه بالسيربيلم، بس بتكون مشكله خاصه بالفيستيبيول الموجود في الانر اير. يبقى الموتور اتاكسيا ثلاث انواع من الموتور اتاكسيا. موتور اتاكسيا عشان مشكله في البرين سنتر المسؤول عن الحركات بنسميها كورتيكال اتاكسيا، اللي هي بتبقى الليجن في البري موتور اريا. وموتور اتاكسيا ناتج عن ليجن في السيريبيلم او في السباينو سيريبيلر تراكتس بنسميها سيريبيلر اتاكسيا، او موتور اتاكسيا ناتجه عن مشكله في الفيستيبيول الموجود في الانر اير بنسميها فيستيبيولر اتاكسيا. طيب الشخص اللي عنده اتاكسيا بيجيب ايه؟ بيشكي بايه؟ مشكلته ايه؟ مشكلته هو انه عنده الحركات غير متوافقه، فبيكون عنده ديسمتريا، يعني الشخص ده لما اقول له مثلا شاور على النقطه الفلانيه يجي الشاور ما يقدرش يحط ايده على النقطه بالظبط لانه عنده عدم توافق في الحركات، ديسمتري عدم توافق في الابعاد، الابعاد عنده مش مظبوطه، يحاول يحط ايده على النقطه ما يعرفش فيجيبها بعيد شويه، يحاول يقربها يجيبها بعيد شويه، يقربها يجيبها بعيد، فيحصل له تريمورز. تريمورز يعني ايه؟ يعني زي حركات مرتعشه رعشه في ايده بنسميها تريمورز. ليه؟ لان السيريبيلم بيحاول، ولكن في مشكله في السيريبيلم، بيحاول ان هو يعدل الوضعيه الخطا عنده فيحصل تريمورز. تريمورز يعني رعشه في ايديه. يبقى هو عنده ديسمتريا يعني عدم توافق في الابعاد، الابعاد ما يقدرش يحدد البعد بالظبط، ما يقدرش يقف عند نقطه معينه بالظبط، تمام؟ يعني عنده ديسمتريا، دي واحد. تاني حاجة عنده حاجة اسمها ديس ديادو كاينيزيا أو أديادو كاينيزيا، يعني عدم توافق في الأفعال المتعاكسة، يعني لو قلت له اعمل
برونيشن وسوبينيشن، يعني يحرك ايده لفوق وتحت، يحركها يعمل برونيشن، طبعا عارفين البرونيشن ازاي، وسوبينيشن، مش هيعرف يعمل هذه الحركة، او هيبقى عنده صعوبة في عمل هذه الحركة. لو عنده صعوبة بنسميه ديسديادوكاينيزيا، لو ما قدرش يعملها اطلاقا بنسميها ادايادوكاينيزيا. بيبقى عنده ايه تانية؟ بيبقى عنده ديس ارثريا. ما هو الكلام ده محتاج عضلات تقدر تتحرك وتطلع الكلمات بطريقة معينة، فعنده صعوبة في الكلام، بيطلع الكلام بصعوبة، ديس ارثريا. بتلاقيه عنده السبيتش بتاعه ستاكاتو سبيتشي، تلاقيه يعني بيركز على الكلمة ويدي بشكل معين انه يقدر يعملها ستاكاتو سبيتش، بيقدر يتحرك الكلمة يتك عليها جامد، ما عندوش قدرة على ولا توافق في الكلام، عنده ديسأرثريا يعني صعوبة في الكلام. طيب بيبقى عندهم ايه تاني؟ بيبقى عندهم ديكومبوزيشن اوف موفمنت. ديكومبوزيشن اوف موفمنت ده شخص ما يقدرش مثلا يفتح الزرار ولا يقفل الزرار، عنده صعوبة في الحركة البسيطة اللي انتوا شايفينها بسيطة دي، بيبقى عنده صعوبة فيها. لو قلت له حط الهيل بتاعك اللي هو كعبك على الركبة بتاعتك وحرك عليها، يبقى عنده صعوبة في انه يعمل الحركة دي. بيبقى عنده كاينيتيك تريمورز، وده احنا قلناه، يعني عنده تريمورز يعني عنده رعشة في ايديه، كاينيتيك من نوع كاينيتيكس يعني اول ما يتحرك. في ناس بيبقى عندهم رعشة اثناء السكون سميناها ستاتيك تريمورز زي مريض الباركنسونيزم. اما مريض الاتاكسي عنده كاينيتيك تريمورز. المريض اللي عنده مشكلة في السيريبيلم اول ما يحرك وايديه ثابتة ما عندوش اي تريمورز، ما عندوش رعشة، انما اول ما يحرك ايديه تظهر الرعشة بنسميها كاينيتيك تريمورز. طب بيبدا يحرك ايديه عشان يحطها في مكان معين ما يعرفش، فيبدا يصحح في المكان، تبدا ايديه ترتعش بنسميها تريمورز، ما بتظهرش الا مع الحركة، فعشان كده سميناها كاينيتيك تريمورز. بيبقى عنده تريمورز ايضا في عضلات العين، يبقى عنده حاجة اسمها نستاجماس. نستاجماس يعني حركة العين مختلف، يبدا يبص على حاجة يحصل نستاجماس، حركة سريعة في العين باتجاهات مختلفة، بنسميها دي نوع من أنواع الآي بول تريمورز. عنده ظاهرة اسمها ريباوند فينومينا. ريباوند فينومينا ده يعني إيه؟ يعني الشخص ده هقول له حاول تعمل فليكشن، حاول يسحب إيده ويعمل فليكشن، وامسك إيده وأمنعه من الفليكشن، وبعد كده أخلى بيه، أحوش إيدي خالص، ألاقي ما يقدرش يخبط نفسه، يعور نفسه، يخبط وشه، ويحصل مشكلة اسمها دي ريباوند، إنه ممكن يعور نفسه. عشان كده وأنا بعمل التست ده لازم أحمي المريض اللي بعمل عليه التست بإيدي التانية، عشان يخبط إيده ما يخبطش نفسه ولا يخبط وشه. الريباوند فينومينا دي تنتج إنه هو المفروض بعد ما أنا هو بيحاول يعمل فليكشن وانا امنعه، بعد كده انا سبت ايده، المفروض الطبيعي في الشخص الطبيعي ان يبدا يحرك عضلات الاكستنشن عشان تمنع انه يخبط نفسه، ولكن ما عندوش توافق في الحركات بشكل واضح، فيبدا يخبط نفسه ويخبط صدره ويخبط عينيه ويخبط وشه، وممكن يعور نفسه، فده سميناها ريباوند فينومينا. وانا بعمل هذا التست وهنقوله بعد شويه التست، لابد ان انا احط ايدي كحمايه للعيان عشان يخبط ايدي ما يخبطش نفسه ولا يخبط وشه وانا بعمل هذا التست. ايضا عيان عنده اتاكسيا بيكون عنده هايبوتونيا، لان الاتاكسيا يعني في مشكله في السيريبيلم، في النيو سيريبيلم، وده واحد من الارياز اللي بتعمل فاسيليتيشن للستريتش ريفلكس، والتون بتاع المسلز ما هو الا ستاتيك ستريتش ريفلكس، فلما اعمل انهيبيشن او امنع حدوث الاستيميليشن للستريتش ريفلكس بيكون الشخص ده عنده نقص في التون، بنسميه هايبوتونيا. طب نبدا بقى نتكلم عن الاختبارات، التيستس يوزد تو اسسمنت اوف رول السيربيلم كوردينيشن فولنتري موفمنت. هناخد اختبارات خاصه بالابر ليمب واختبارات خاصه باللور ليمب. دي الاختبارات الخاصه بالابر ليمب. اول اختبار هنشوف الديادوكاينيزيا، ديس ديادوكاينيزيا يعني صعوبه انه يقدر يعمل الحركات المتعاكسه. ادايادوكاينيزيا يعني ما يقدرش يعملها اطلاقا، يعني ممكن يلاقي صعوبه او ما يقدرش يعملها اطلاقا. Ask the subject، الشخص ده انا شاكك انه عنده اتاكسيا، طب ازاي اعرف انه عنده اتاكسيا؟ ان انا بعمل له هذا التست. Ask the subject to do rapid supination and pronation several times، هسال العيان ان يعمل supination لايديه وبرونيشن في مرات متعدده، زي ما احنا كده الحركه البسيطه اللي احنا بنعملها دي supination وبرونيشن، ده ما يقدرش العيان اللي عنده سيربيلر اتاكسيا انه يقدر يعملها. لو ما قدرش يعملها خالص بنسميها ادايادوكاينيزيا، لو عملها بصعوبه يبقى عنده ديس دايادوكاينيزيا. طيب اختبار اخر،
فينجر تو نوز تيست. كلكم كده حاولوا تعملوا التيست ده على نفسكم عشان تختبروا السيربيلم. اسك ذا سبجكت، هطلب منك ومنها ومن كل اللي بيسمعونا انه يقدر يعمل، يعني يعمل اكستنشن للارم بتاعته بعيد، ويعمل تاتشنج للتيب اوف نوز وعينيه مفتوحه في الاول، وحاول بعد كده اعمل هذه التجربه وعينيك مقفوله وانت قافل عينيك تمام، وتبدا تحرك ايديك من بعيد قوي عشان تلمس النوز بتاعك. الحركه البسيطه اللي انت بتعملها وحاسس انها سهله جدا، عيان الاتاكسيا، عيان اللي عنده مشكله في السيريبيلا ما يقدرش يعملها، ما يقدرش يعمل فينجر تو نوز تيست. لو عملها يقدر تبدا ايديه تحاول تلمس الانف، ما تعرفش تلمس تقرب من عينيه، طبعا انا مخليه فاتح عينيه عشان ما يعملش مشكله لنفسه، فيحاول يصحح، يبدا يصحح عينيه، يحدث فيها هزه، يحصل فيها تريمورز اسمها كاينيتيك تريمورز، وفي الاخر بصعوبه بالغه ممكن يصل للنوز ويقدر يقف عليها تمام. يبقى هيحصل له ايه هذا الشخص؟ يحصل decomposition of movement، ديسمتريا، مش قادر يحدد النقطة، مش قادر يقف على النوز بشكل واضح، يحصل intention tremors، tremors تحدث أثناء حركة إيديه وهي رايحة للنوز، وفي النهاية بصعوبة بالغة يصل للنوز حتى ما يقدرش يقف على النوز بشكل ثابت. فينجر تو نوز تيست، يبقى الشخص ده بطلب منه يعمل اكستنشن لايديه بعيد قوي، بعد كده يبدا يقرب ايديه صابعه عشان يلمس النوز، هلاقي الحركات هيحصل دي ديسمتريا، مش هيقدر يحط صابعه على النوز بشكل واضح، دي اسمها بس ديسمتريا، ويحصل له انتنشن تريمرز، رعشه في ايديه، وفي النهايه هيصل بصعوبه انه يقدر يصل للنوز تمام. طيب التجربه اللي بعد كده فينجر تو فينجر تيست، هبدا اسك سبجكت انه يقدر يحرك الفينجر بتاعه الايد اليمين للفينجر اللي في الايد الشمال، ويبدا يخليهم يلمسوا بعض، فينجر تو فينجر تيست. طيب الناس اللي عندهم مشكله في السيربيلا مش هيقدر يعمل هذه التجربه، ويبدا ايديه تحصل ديسمتريا، مش هيقدر يصل للفينجر بتاعه، يحصل انتنشن تريمور ودي كومبوزيشن موفمنت، فعشان كده مش هيقدر يعمل فينجر تو فينجر تيست بشكل واضح. دي صوره بتحدد فينجر تو فينجر تيست، وممكن اعمل فينجر تو اكزامينر فينجر تيست، ولكن بحاول ان انا لو عنده سيربيلر اتاكسيا لو عملت له كده ممكن الصبع وهو جاي في الفينجر بتاعه يجي في عينيا انا، فبحاول ان انا اخليه بعيد شويه عشان نقدر نعمل التجربه دي. يبقى في فينجر تو فينجر تيست او فينجر تو فينجر اوف اكزامينر تيست تمام. ارم بولينج تيست، التجربه اللي احنا بنشوف فيها الارم بولينج، ان انا باسك السبجكت انه يعمل فليكشن للالبو اجينست ريزيستنس، وبعد كده اروح ساحب ايديا منه فجاه، فهل الاحظ ان الشخص ده يعني هو بيحاول يعمل فليكشن بايديه تمام، وانا بحاول امنع هذا الفليكشن، فجاه انا اخلى بيه، انا اسيب ايدي خالص واسيبه يعمل فليكشن. المفروض ان اول ما اسيبه كده لو شخص طبيعي يبدا الاكستنسورز بتاعته تشتغل وتمنع انه يخبط نفسه او انه يخبط عينيه او انه يخبط وشه، ولكن الشخص اللي عنده اتاكسيا بيكون عنده الاكستنسورز تشتغل بطيء، فعشان كده بيحصل انه يقدر يحصل ايديه تحصل فيها رعشه شديده ويخبط نفسه ويخبط عينيه وممكن يعور نفسه، فعشان كده وانا بقى بنسمي هذه الظاهره ريباوند فينومينا. عشان كده وانا بعمل هذا التيست لو انا خليت بايد واحده بايد، يبقى الايد الثانيه بتحمي انه هي ما يخبطش نفسه وما يخبطش عينيه وما يخبطش وشه، نسميها الريباوند فينومينا. طب نبدا بقى ناخد الاختبارات الخاصه باللور ليمز، اللور ليمب هيل توني تيست. هيل توني تيست ده ان انا باسك السبجكت ان يكون نايم في الريكامبنت بوزيشن على ظهره، ويبدا يعمل تاتشنج للني باي هيل، يلمس الركبه بتاعته بالهيل بالكعب بتاعه، ويقدر يحرك الهيل على مرور على التيبيا بشكل واضح. هل ده الشكل انا ببدا احرك النيل بهذا الشكل كده الهيل على التيبيا؟ طبعا الشخص الطبيعي حركها بسهوله، ولكن الشخص اللي عنده سيريبيلر اتاكسيا وهو بيحرك هيحصل ديسمتريا ودي كومبوزيشن اوف موفمنت وتريمرز في رجليه، ومش هيقدر يمشي على التيبيا بشكل مستقيم. ده هذا الاختبار بنسميه هيل توني تيست. طب في ايه تاني؟ في تيست تاني اسمه ريمبورجز تيست، وده مهم جدا ان انا بقدر افرق
به الفرق ما بين السنسوري اتاكسيا والموتور اتاكسيا. قلنا في اول المحاضره ان احنا عندنا سنسوري اتاكسيا خدنا اسبابها في السنه الماضيه، واسبابها المشهوره ان يكون فيه ليجن في الدورس الكولم، والموتور اتاكسيا اللي ليها ثلاث اسباب اشهرهم المشكله في السيربيلر، في السيربيلر اتاكسيا او موتور اتاكسيا كورتيكال اتاكسيا، او مشكله في السيربيلم، او مشكله في اللابرنس، او مشكله اللي هو الخاصه في بالفيستيبيول. طب عايز افرق بين شخص عنده سنسوري اتاكسيا وموتور اتاكسيا، بعمل ايه بقى؟ بعمل حاجه اسمها ريمبورجز تيست، يعني بخلي الشخص ده يقف بس بطريقه معينه. اسك ذا بيشنت تو ستاند وذ هيز هيل توجذر، هيلز توجذر، نخلي كعبك كعب رجليك خليك تقف، بس خلي كعب الكعبين لازقين في بعض، تمام؟ في الاول بخليك فاتح عينيك، تمام، بعد كده بخليك تفتح فاتح عينيك، بعد كده اخليك تقفل عينيك، ولاحظ بقى الشخص ده واقف الوقفه دي واقفها صح ولا لا. يعني انت بس تقف رومبرز تيست ده، انت تقف وضامم رجليك ومخلي الكوعب بتاعتك لازقين في بعض، وابص عليك هل هيحصل لك سواينج، يعني تبدا يختل توازنك ويحصل لك لوس اوف بالانس وتبدا تقع او تتعاوج يمين وشمال وانت فاتح عينيك الاول. لو ما حصلش هخليك تقفل عينيك واشوف ده هيحصل ولا لا. طب الريزلت هيكون ايه؟ لما الاقي الشخص ده لوس اوف بالانس، فقد البالانس بتاعه ويز ايز اوبن وهو فاتح عينيه، او كلوز وهو قافل وفاتح، فقد الاتزان بتاعه وهو فاتح عينيه وهو قافل عينيه، ده هيكون عنده سيريبيلر اتاكسيا. ده معناه ان السيريبيلر اتاكسيا عنيفه بتظهر لوحدها، يعني وجود السيريبيلر اتاكسيا يخليك ما تقدرش تعمل رومبرز تيست حتى وانت فاتح عينيك. يبقى وانت فاتح عينيك ايضا بيحصل لك لوس اوف بالانس وتتعاوج يمينا وشمالا ويحصل لك اتاكسيا وتفقد اتزانك وانت فاتح عينيك، وادعى طبعا وانت قافل هيتفقد اتزانك اكتر واكتر. انما الشخص اللي عنده سنسوري اتاكسيا بيقدر يحافظ على اتزانه ووقفته بالسيربيلم، بالسيربيلر من جهه وبالفيجن من جهه اخرى. الفيجن بتساعده انه يقدر يحافظ على اتزانه. ولكن لو قفل عينيه الشخص اللي عنده سنسوري اتاكسيا، لو قفل عينيه يبدا يتمايل يمينا وشمالا. لو تمايل يمينا وشمالا وعينيه مقفوله، تمام، يبقى عنده سنسوري اتاكسيا. طب لو تمايل يمينا وشمالا وعينيه مفتوحه وعينيه مقفوله، يبقى عنده سيريبيلر اتاكسيا. يبقى الرومبرز تيست بقدر اشخص بالسنسوري اتاكسيا وبقدر اشخص بالموتور اتاكسيا من خلال ان الشخص اللي بقول عليه بوزيتيف رومبرز تيست ده اللي عنده سنسوري اتاكسيا، ده شخص وقفته وخليت كعوب ولازقين في بعض وخليته يقف لقيته ثابت تماما، قلت له اقفل عينيك، اول ما قفل عينيه حصل له لوس اوف بالانس، فقد الاتزان بتاعه وبدا يتمايل وبدا يقع ويظهر عدم الاتزان بتاعه وهو قافل عينيه، فقد ده يبقى عنده سنسوري اتاكسيا. طب لما يفقد اتزانه وهو فاتح عينيه، ده يبقى عنده موتور اتاكسيا او عنده سيريبيلر اتاكسيا، وبالادعى طبعا السيريبيلر اتاكسيا بيفقد اتزانه ايضا وهو قافل عينيه. طيب في واحد يقول لي انا اقدر اشوف العيان ومشيته اقدر اشخص المرض اللي عنده ايه، يعني اقدر اشخص المرض من خلال الجيت بتاعته الحركه بتاعته، تمام، اقدر اشخص المرض اللي عنده هيكون ايه. طيب واحد يقول لي بعض الاكزامبلز الخاصه بتشخيص الامراض من خلال مشيه العيان. جيت ابنورماليتيز مي بي هيلبفول، ممكن تساعد العيان ان ديتكتنج ميني نيورولوجيكال ديس اوردرز. دكاتره النيورولوجي الشاطرين والدكاتره المتمرسين اللي شافوا مرضى كتير يقدر يشوف العيان وهو متحرك يقدر يشخص المرض اللي عنده. طب جاست فقط هطلب من العيان ان يمشي والاحظ المشيه بتاعته ومنها اقدر اقول ده عنده مرض كذا. اول حاجه لو الشخص اللي قدامي بيمشي ويرفع رجليه فوق قوي وينزلها ويطبع رجليه في الارض بنسميها ستامبنج جيت. ستامبنج يعني ستامب جايه من اللي هي طابع، اللي هو الطابع، جاي ستامب جاي من الطابع، انه طبع في الارض، طبع رجليه في الارض. ده شخص عنده مشكله في السنسيشن، مشكله في البوستيريور كولم ليجن، مشكله في الدورسال كولم زي مريض التيبس الدورسالس. مريض التيبس دورسالس البيشنت عشان يقدر يحس حركته محتاج ان الاستيمولس يكون قوي، محتاج انه يرفع رجليه قوي وينزلها ويخبط خبطه جديده في الارض. The patient raises his legs
too high and drop them forcibly on the ground. He is unaware of their position. يبقى عشان يقدر يحس لازم يرفع رجلي جامد. بنسميها هاي ستيبج جيت او ستامبنج جيت. ده عيان مين؟ ده عيان التيبس دورسالس اللي عنده مشكله سنسوري ليجن في البوستيريور كولم. طيب عيان تاني خدته الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن. الشخص اللي عنده ابر موتور نيورون ليجن عنده هيميبليجيا بيبقى ماشي بجيت معينه اسمها سيركم دكشن جيت. يعني بيبقى ماشي ازاي؟ one arm is flexed and immobile and the leg moves in an arc and circle out and forward. طبعا هي دي عايزه يعني يبقى في يعني فيديو اوضح لكم المشيه دي بتكون ماشي ازاي. هو عنده هيميبليجيا فعنده رجل مثبته فيكسد وايموبايل والرجل الثانيه بتحاول تعمل سيركمدكشن بتحاول تلف ويبدا يمشي عليها في سيركل معينه وله شكل معين. لو دخلتوا على اليوتيوب تشوفوا الشكل السيركمدكشن جيت الخاص باليوني في بالابر موتور نيورون ليجن اللي بيحصل في عيانين الهيميبليجيا. في حاجه اسمها سيزور جيت ده لو عنده بقى بايلاترال ابر موتور نيورون ليجن يبقى عنده السيركمدكشن في ناحيتين تمام. فبيبقى عنده سيزورين جيت كانه ماشي عامل زي الايه المقص انه يقدر يعمل شيفلنج في ناحيه وفي ناحيه ثانيه. عندنا حاجة اسمها staggering gait أو drunken gait. والdrunken gait احنا بنعترض عليها شوية نصف العيان بأنه شارب. طبعا احنا staggering gait هي اللي بنستخدمها أفضل ان انا استخدم staggering gait مش drunken gait. وده بيحدث في عيان السيربيلر أتاكسيا لأنه بيبقى ماشي في حركة مهتز loss of balance ما عندوش balance فبيبقى ماشي كأنه مش داري ومش عندوش balance كأنه drunken بنسميها staggering gait انستيدي جيت. عنده التندنسي الرغبه في الديفيشن اند فورورد وعنده الرغبه انه يقع بيمشي في شكل زجزاج مش بشكل مستقيم ما يقدرش يمشي في شكل مستقيم فبيمشي بشكل زجزاج. طيب عندنا ماشيه تاني ما اسمها شافلنج جيت في عيان الباركنسونيزم. عيان الباركنسونيزم ما بيقدرش يرفع بيبقى عنده مخشب جدا ما يقدرش يرفع رجليه فرجليه بتبقى تحت في الارض بنسميها شافلنج جيت. البيشنت ما بيقدرش وبيقدرش يرفع رجليه ما عندوش بقى هاي ستيبج جيت لا ده عنده شورت ستيبس ما يرفعش رجليه بتحك في الارض عنده شافلنج جيت وده خاص بعيان الباركنسونيزم. في نهاية محاضرة النهاردة طبعا مهم جدا نركز على المحاضرة دي طبعا لان هيبقى في اسئلة كتير خاصة بالمحاضرة دي في الامتحان. ايه الاسئلة اللي ممكن تسألها؟ ممكن اسألك ديفاين ادا يادو كاينيزيا. ادا يادو كاينيزيا ده عبارة عن تيست بعمله لعيان اللي عنده سيريبيلر اتاكسيا وبيكون يفقد اللي هي يفقد الافعال المتعاكسة. ان انا بسال العيان انه يعمل سوبينيشن وبرونيشن سيفرال تايمز ما بيبقاش عنده قدره انه يقدر يعمل هذه الافعال بنسميها ادا يادو كاينيزيا. ريباوند فينومينا. الريباوند فينومينا ده فينومينا بتحدث لما انا اسك ذا بيشنت انه يعمل فليكشن وذ ريزيستنس. الريزيستنس دي المقاومه انا اللي بعملها بايدي بعد كده اروح سادنلي ريليز الريزيستنس بحيث هلاقي الفريكشن استمر وبدا يعمل سترايك اوف هيز فيس لان الترايسبس كونتراكشن حصل له تاخير وده بنسميها الريباوند فينومينا. طيب يعني ايه ديسميتريا او باست بوينتنج دي بتحدث في عيان الاتاكسيا بانواعها المختلفه لما البيشنت يحاول انه يتاتش اوبجكت وذ فينجر يؤدي الى انه يحصل له اوفر شوتنج يعني ما يقدرش يلمس المكان يحصل اوفر شوتنج بعيد تو وان سايد اور اذر. از ا تيست بقدر اختبر الديسميتريا عن طريق فينجر تو فينجر او فينجر تو نوز تيست. هاو كان يو ديفرنشيت بتوين سيريبيلر اتاكسيا وسنسوري اتاكسيا. ازاي اقدر افرق ما بين السيريبيلر اتاكسيا والسنسوري اتاكسيا عن طريق الرومبرجز تيست. وده ان انا باسك البيشنت ان يقدر يقرب التو هيلز من بعض توجذر ويقف بحيث انه يقرب الكعب بتاعه من بعضه واخليه وهو فاتح عينيه وبعد كده يقفل عينيه. لو فقد الاتزان بتاعه بعد ما يقفل عينيه يبقى عنده سنسوري اتاكسيا. اما لو فقد اتزانه وهو فاتح عينيه وهو قافل عينيه يبقى عنده سيريبيلر اتاكسيا. قول لي types of tremors what you know.
دي طبعا احنا بنحاول نديكوا تجميع ممكن يجي لك في الامتحان انواع تريمورز، خاصة اول نوعين اللي اتذكروا في المنهج بتاعكو. عندنا حاجة اسمها ستاتيك تريمورز عيانين الباركنسونيزم، عندهم ليجن في السبستانشيا نيجرا، وبيكون عندهم تريمور من نوع الستاتيك، يعني ديورينج ريست بيكون عندهم تريمورز، اول ما يحرك ايديه التريمورز دي تختفي. اما الكاينيتيك تريمورز بتحدث في السيريبيلر ليجن، لو واحد عنده ليجن في السيريبيلم بيحصل سيريبيلر تريمورز او كاينيتيك تريمورز، يعني تريمورز بتظهر اثناء الحركه، واثناء ديورينج ريست التريمورز بتختفي. يبقى ديورينج ريست مفيش تريمورز، اما التريمورز بتظهر اثناء ال ديورينج موفمنت، تمام، نسميها كاينيتيك تريمورز. في انواع اخرى من التريمورز لمعلوماتكم، حاجه اسمها سيروتوكسيكوز تريمورز، الناس اللي عندهم زياده في افراز الغده الدرقيه والهايبر فانكشن اوف ثايرويد جلاند بيكون عندهم تريمورز. ايضا الناس اللي بيتعاطوا الكحول بكميات كبيره بيكون عندهم الكحوليك تريمورز. الناس اللي عندهم نقص في الجلوكوز في الدم هايبوجلايسيميك تريمورز، ممكن يصل لكونفالجن. الليفر سيل فيلير تريمورز، الناس اللي عندهم فشل في وظائف الكبد بيكون عندهم تريمورز. وفي فيسيولوجيكال تريمورز سايكيك، وبالذات بتكون في الفيميلز بيكون عندهم فيسيولوجيكال تريمورز، بتحصل لما الواحده تزعل او تتضايق من حاجه يحصل تريمورز، بنسميها سايكيك تريمورز. جبنا سيرة الباركنسونيزم، فنقول كلمتين بس عن الباركنسونيزم خدتهم في النظري. ان نوع التريمورز في الباركنسونيزم بيكون استاتيك تريمور، يعني يحدث ديورينج ريست وديسابير باي موفمنت، وبيكون عندهم ريجيديتي. ان الباركنسونيزم لو فاكرين المقارنه بين الريجيديتي والسباستيستي، قلنا ان الريجيديتي بتكون واحده من المانيفستيشن الخاصه بالباركنسونيزم، وتكون مور في الفليكسورز، وبيكون نوعها ليد بايب او كوجويل ريجيديتي، ونتيجه بتكون نتيجه زياده الديستشارج بالالفا نيورونز. والناس اللي عندهم باركنسونيزم بيكون عندهم اكاينيزيا، وشهم بيكون ماسك فيس، ما عندهمش تعبيرات في الوش، وعندهم الكلام بتون واحد مونوتوماس سبيتش. ايضا الجيت الخاصه بالباركنسونيزم بتكون شافلنج جيت. الفرق ما بين الستاتيك تريمورز والكاينيتيك تريمورز، الستاتيك تريمورز دي بتحدث ديورينج ريست وديسابير باي موفمنت، ودي بتحدث في مريض الباركنسونيزم. اما الكاينيتيك تريمورز بتكون ابسنت ديورينج ريست وابير ديورينج فولنتري موفمنت، ودي بتحدث في مريض السيريبيلر اتاكسيا. اسئله ممكن تسالها خاصه بهذا الجزء من العملي، انيوميريت ذا فانكشنز اوف سيريبيلم. What are the differences between static and kinetic tremors? Manifestations of Parkinsonism. Mention the types of tremors you know and its causes. How can you differentiate between cerebellar ataxia and sensory ataxia? Define dysmetria or bust pointing. Numeric tests used for detecting gait abnormalities. وايضا ممكن تسال في الاختبارات الخاصه بالاتاكسيا، سواء كانت في الابر لمب او اللور لمب، وممكن يجي لك صوره مثلا واسئله عليها، او اسئله بشكل مباشر او اسئله بشكل غير مباشر في المعلومات الخاصه بالعمل. ده كان الجزء الاخير من عمل نيوروساينس 2. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، واسال الله عز وجل ان يحفظ مصر ويحفظكم من كل شيء، من كل شر، ويحفظ مصر كلها واهلها من كل شر وكل مكروه. وان شاء الله السنه الجايه تكون افضل من هذه السنه، ويكون التواصل معكم بشكل مباشر وبشكل فيس تو فيس وليس اونلاين. ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.